تنتقل إلى الزميلة ماري سالم ولديها تحديثات فيما يتعلق بالأسواق الخليجية والإماراتية التي تبدأ تداولات هذا الأسبوع اليوم الاثنين. صباح الخير ماري، تضعينا في الصورة لو سمحتي. صباح الخير نور لك ولمحمد ولعبد الله. يعني فعلا مثل ما كان عم بيذكر عبد الله، يمكن في نوع من الضغوطات بالاسواق الخليجيه صباح اليوم، خاصه من بعد الارتفاعات اللي كنا شدناها امبارح. ولكن الملفت انه عم بيكون في عنا اليوم نوع من تأني بالتداولات اللي صار لنا فترة عم نشهدها. صحيح طلع في عنا أرقام الأسبوع الماضي بالولايات المتحدة كانت إيجابية وأثرت بشكل إيجابي على المؤشرات، إلا أنه عم بضل في عنا نحن بالأسواق الخليجية بالفترة الأخيرة عم بتكون تداولات بشكل سريع، يعني ما عم بيكون في عنا تداولات أو استثمارات لفترات متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، عم تكون كلها سريعة. فمنلاقي ارتفاعات بيوم تراجعات باليوم الآخر يلي هي مبنية على جني أرباح من قبل المستثمرين. بعتقد التركيز بهذه الفترة عم بيكون أغلبه من قبل المستثمرين على الإدراجات الأولية والنتائج اللي بعدها عم تصدر من قبل بعض الشركات. هلا الملفت اليوم إنه في عنا الارتفاعات الأكبر عم بتكون بسوق دبي المالي، خاصة بقطاع الاستثمارات والخدمات المالية. عنا ارتفاعات على سهم سوق دبي المالي تقريبا تخطى 4.5%، دي اي سي ارتفاعات تخطت 3%. هول الاثنين أكثر شيء عم بيكون لهم تأثير على المؤشر يلي هو عم يدعمه من الصباح بالاتجاه الصعودي. هلا صحيح هي النسبة منها كثير كبيرة، ولكن عم تخلي نوع من الإيجابية. في عنا أكبر الأسهم اللي عم بيتم التداول عليها مثل أعمار سوق دبي المالي هي اللي عم بتكون طاغية. أعمار بعدنا لهلا مترقبين النتائج تبعها. في عنا يعني عدم يقين كيف ممكن تكون، خاصة من بعد نتائج راك بروبرتيز اللي صدرت ممكن كانت مخيبة، وهي عم تضغط بسوق أبو ظبي على القطاع العقاري حاليا. حنضلنا مترقبين الارقام حاليا من امريكا على التضخم لنشوف كيف حيأثر على الاسواق بالمنطقه. اكيد راح سنبقى مع متابعه دائمه معك ومع الزملاء من اسواق المنطقه والخليج حول هذه المحركات. شكرا لك ماري سالم المحلله الماليه لدى الشرق. الشكر موصول ايضا للزميل عبد الله عيسى من مقر تداول في الرياض. شكرا لكم.